تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من توب 5 اللي بيجيكم مني انا محمد عواد كل يوم ثلاثاء، البرنامج الديمقراطي اللي بحكي فيه رايي وبعدين بطلب منكم تحكوا رايكم بالنسبه لترتيبكم لتوب 5 هذا الاسبوع. البرنامج اللي بيجيكم في قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك دائما بقولكم تشتركوا فيها. بلا شك ان المعلقين العرب ظاهره عالميه مش بس عربيه، بلا شك ان المعلقين العرب جزء أساسي من شغفنا إحنا في كرة القدم، من رغبتنا ندور على لقطات وأفيهات وعناوين في كرة القدم. ربما البعض عنده انتقادات لبعض الأساليب لبعض المعلقين، لكن هذا ما بيخفي إنه لهم ذكريات تاريخية، إنهم خلدوا لقطات تاريخية في كرة القدم وساهموا بشهرتها أكثر وأكثر، لمستوى إني اليوم أنا بدي أعمل توب 5 عن تعليقات خلدت وأصبحت تستعمل في مجالات مختلفة بكرة القدم، مش بس بلقطة الهدف اللي علقوا عليه. ولما أجيت بدي أختار ممكن كان لازم أختار توب 100 عشان أكون عادل مع كل المعلقين، فبعتذر لأي معلق أنا ما أخذت له لقطة تاريخية بتستاهل تكون معنا، بس اعتمدت على ذاكرتي وذاكرتي ضعيفة هالأيام نتيجة الضغط والشغل فاعذرونا، بس أيضا عشان هيك أنتم موجودين عشان بالتعليقات تذكروني بلقطات أنا فاتتني. قبل ما نبدأ السرد بذكركم دائما أنه تتركوا لايك لو عجبكم الفيديو، ولو ما عجبكم أيضا تتركوا لايك لأنكم أصحابي. نبدأ بكأس أفريقيا 2019، مباراة نصف نهائية، الجزائر بتواجه نيجيريا، الدقيقة 94 تقريبا والتعادل 1-1، وركلة حرة مباشرة للجزائر على مشارف منطقة الجزاء، والمعلق جزائري حفيظ دراجي بدأ يردد ويحكي حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، وكأنه رياض ما بيخيب ظن اللي بتفائل فيه، ما بتخيب ظن اللي بيطلبه، ومحرز كان محرز في تلك اللحظة، بس محرز هدف بطريقة رائعة خلى المعلق يفقد أعصابه تماما. حفيظ دراجي بلش يبكي أيضا بعد حطها في الجول يا رياض، حفيظ دراجي بلش يقول هذا رياض اللي بتقوله عنه ما بيعرفش يلعب كرة. لحظات عصيبة خلدت فكرة حطها في الجول يا رياض عند كثير ناس، لمستوى أنه كل ما يسجل الآن رياض محرز جول، حتلقى كثير ناس عم بتعلق وبتغرد في السوشيال ميديا حطها في الجول يا رياض. لقطة ولحظة خلت حفيظ دراجي يقول في أحد المواقف، لما أشوف نفسي كيف علقت عليها ما بعرف إنه أنا. حطها في الجول يا رياض، 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 با 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 جول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. خلونا نروح لفبراير 2011، ديربي مانشستر، مانشستر سيتي بواجه مانشستر يونايتد، النتيجة 1-1. الويسناني بيسلم كرة، بيلعب عرضية رائعة جدا، بس الأروع منها مقصية روني اللي سكنت الهدف. هدف رائع، فاز بجائزة أفضل هدف في ذلك الموسم في الدوري الإنجليزي. هدف لما سألوا وين روني، هل هو أجمل هدف في مسيرتك؟ قالهم أعتقد ذلك، لكن أيضا في لحظة خطيرة كانت من حيث التعليق العربي. فارس عوض معلق مشهور جدا، أكيد بتعرفوه وبتحبوه. فارس عوض من الناس المقربين، يقال إنه من أكثر المعلقين إعدادا للمباريات، ما بيدخل مباراة إلا معاه كمية معلومات كافية عشان دائما يكون حاضر، بس مهما كان محضر نفسه، أكيد ما كان محضر نفسه صح لتلك اللقطة الهوائية، لكن لأنه مبدع طلع بتصريح أصبح لليوم تغريدة عنا جميعا. فارس عوض لما شاف الجول الجميل جدا جاء بفكرة مبدعة جدا، مستحيل هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث كل جولة، لا يحدث كل موسم، وفعليا هذا الهدف نادرا ما يتكرر في الموسم، وفعليا ما بصير كل يوم. هذا التعليق أصبح خالد الآن كلنا بنستخدم، مستحيل هذا لا يحدث كل يوم. إلى سكول تمرير أناني، استلام كنترول للمانيو، كرة عرضية عالية روني، الله، مستحيل مستحيل، كل يوم هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث في كل جولة، لا يحدث في كل موسم. أما رقم ثلاث فبدي أروح فيه لموسم 2005-2006، الجولة 25 في الكالتشيو، يعني بنتكلم عن آخر مواسم جنة كرة القدم قبل ما ينقلوها لأماكن أخرى.
قبل ما الدوري الإيطالي ينهار بسبب الكالتشيو بولي. الجولة 25 الفارق بين اليوفي والإنتر 9 نقاط، آخر فرصة للإنتر ينقذ موسمه. المباراة في جوسيب ميازا وأيامها كان في جمهور، مش زي هالأيام في زمن كورونا، يعني الإنتر عنده فرصة يفوز. مباراة متوترة فيها ضغط من الطرفين، وللدقيقة 84 النتيجة 1-1، ركلة حرة مباشرة أيضا قريب من منطقة جزاء بتقدم ديل بيرو وبيسجلها في مرمى سيزر. لتلك اللحظة الهدف كان يبدو عادي، المعلق أيقونة الدوري الإيطالي علي سعيد الكعبي. لتلك اللحظة ما كان في شيء مختلف، لكن لما جاءت الإعادة وتبين التفافة وطريقة التفافة الكرة بشكل جميل جدا، علي سعيد الكعبي جاء بكلمات جميلة جدا لا يفعلها إلا القلائل في كرة القدم، وهو من القلائل، وكان يقصد ديل بيرو. وطبعا هذا حتى اليوم تلقوا ناس من عشاق الكالتشو، لما يصير شيء جميل في كرة القدم بيطلع بيقول لك لا يفعلها إلا القلائل. الله 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 الله، هي فعلا هي فعلا لا يفعلها إلا القلائل، إلا القلائل في كرة القدم. إنه من القلائل، إنه من طينة لا تعوض في كرة القدم. وأنا شخصيا يعني مبدئيا أصحابي في البلاي ستيشن عانوا معي كثير سنوات لما كنت ألعب باليوبي وديل بيرو يحط جول، أي جول كان يحطه حتى لو ركل الجزاء كان دائما تعليقي لا يفعلها إلا القلائل. ننتقل لرقم 2، نهائي كأس الملك 2014. ريال مدريد بيلعب مع برشلونة، مباراة شوي برشلونة داخل معنويا منتصر. ليش؟ لأنه فايز ذهاب وإياب على أنشيلوتي في الدوري 2-1 و4-3. المباراة مهمة جدا لريال مدريد لأنه بعدها كان حيكون عنده نهائي لشبونة، مباراة بهمه فيها إنه ينتصر على برشلونة معنويا. لكن النتيجة 1-1، الأمور واضحة تبدو رايحة للأوقات الإضافية. كونتراو بمرر الكرة لجاريث بيل، جاريث بيل بيرفع راسه بيتفرج، فبيكتشف إنه في مساحة رهيبة خلف دفاع برشلونة. بارترا بيضغط على بيل، وهون بيل قرر يتحول لأوسين بولت، بيلعب الكرة خلف بارترا وبيخرج من الملعب وبيطير وبركض. وهناك بدأ المعلق رؤوف خلف اللي احنا بنعرفه جميعنا بالتعليق الأشهر ويوزع، لكن اللي خلد فعلا واللي فرق فعلا لما ركض جاريث بيل خرج بالتعليقات الشهيرة اهرب بهرب، يعني هرب هرب، وكل ما قرب على الجول صار اسمها شد شد، فأصبحت جاريث بيل هرب هرب، جاريث بيل شد شد، وجاريث بيل بالأخير سجل عشان هذه اللقطة تصير تاريخية في كرة القدم. كوينتراو ممتاز في الاختراق، يعطي كرة للسلام، وينه جاريث بيل هرب، جاريث بيل هرب، شد شد جاريث بيل، يدخل منطقة الجزاء وجول. وأعتقد لو تشوف الصورة بس بأي مكان في جوجل بأي مكان، ذاكرتك وعقلك الباطن عطول حيقول لك جاريث بيل اهرب بهرب. هذا الجول أنا شخصيا عشان أقول لكم قصة هيك خارج كرة القدم عندي مشكلة معه، إنه أنا ما استمتعتش فيه لسبب بسيط. أنا بحضر في بيتي في الإمارات حبر الكابل، وطلع في فرق بين الكابل والستلايت العادي، يعني الريسيفر العادي كأنه 20 ثانية، وفي تحتية كان كافيه وفي ناس كثير بيحضروا بالريسيفر، فلسه جاريث بيل بيستلم الكرة كانوا تحت عم بيصرخوا بيقولوا جول، فأنا عرفت إنه في جول بهاي اللقطة، ولما جاريث بيل شاتها خرب علي الجول. ومع ذلك حتى الآن كل ما أشوف الصورة زي ما قلت لكم بيجي بعقلي جاريث بيل هرب. نروح لرقم 1، بلا نقاش إنه ما بعد 2008 كرة القدم أخذت دفعة شعبية رهيبة، مش بس في العالم العربي، في العالم كله. هذا كان مصاحب بصعود ميسي ورونالدو وثنائيتهم، بخروج جوارديولا، ولكن أيضا بلا نقاش سداسية برشلونة ومتعة برشلونة كانت مهمة جدا في هذا التحول الشعبوي تاع كرة القدم. وسداسية برشلونة كانت مستحيل تمر من دون عصام الشوالي وإنيستا. نتكلم عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2008-2009، الذهاب تعادل سلبي في الكامب نو، في الإياب تشيلسي بيتقدم بهدف مقابل لا شيء وبينطرد أبيدال من برشلونة، وتشيلسي بشكل عام أفضل وأخطر وأكثر تهديدا. ولكن في الوقت بدل الضائع برشلونة بيجي بيلعب عرضية، فجأة عصام الشوالي بيحكي الكرة غدارة غدارة، وكأنه كان شاعر بشيء، حاسس بشيء بده يصير. وفعليا رغم انه دفاع تشيلسي بعد الكرة اول مرة، لكن رجعوا برشلونة افتكوها، ليونيل ميسي يمرر لانيستا، انيستا اللي هو فعليا لاعب قليل الاهداف لكن ثمين التوزيع، لما يسجل بيجيب لقب، نعرف هدف كأس العالم 2010 الشهير، ويروح انيستا مسدد صاروخية في شباك تشيلسي وبيعلن التعادل 1-1.
وبيكمل برشلونة النهائي 2009 وبيهزم مانشستر بهدفين مقابل لا شيء وبفوز بدور الأبطال. وبعديها كان هذا الهدف وكانت اللحظة الغدارة 100% أساسية في السداسية. ولليوم أعتقد جميعنا لما يشوف هدف بدقيقة 95 و94 بيجي عباله يقول غدارة غدارة. كرة غدارة، الكرة قاتلة غدارة، غدارة غدارة غدارة، إنتو كنترول، مش ممكن، اهدوها لميسي، ميسي، الضربة، الأخيرة جول، جول، الله، 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 إنييستا غدارة، غدارة غدارة غدارة، غدارة غدارة غدارة. هذه مجموعة تعليقات أنا لما أشوفها بحكي ممكن تلخص كثير تجارب إنا في كرة القدم، تلخص تجربتنا في كرة القدم. لكن أنا متأكد 100% إني نسيت عشرات اللقطات اللي بتستاهل تكون موجودة. وعشان هيك أنا برجع أحكي لكم، احكوا لنا أنتوا التوب 5 تاعونكم من حيث التعليقات الأشهر في كرة القدم. وطبعاً بتكلم عن تعليقات عربية وبدي أكم تعلقوا قد ما تقدروا عشان حابب أقرأ هاي التعليقات واستمتع لوقت مباراة دوري الأبطال الليلة. نوصل هون لنهاية هاي الحلقة، كنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتر إنستغرام، وضروري جداً تتابعوني على سيرف سبورت في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.